كل واحد قاعد يشوف فيه راح قريب يوصل يخلص من اليوتيوب. نقول لك روح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك بدر، افتح فيها حساب بنكي باللورو، يعطيوهم لك باللورو كامل ما ينقصوا لك حتى دور. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم جميعا في قناتي، معك معود محمد رضا في نوفل فيديو. نتمنىكم راكم بخير بصحة جيدة، انا والله صافا الحمد لله. شكرا خوتي على الدعم ومتواصلتكم، ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تمنوا. جديد معنا في القناة نقول لك مرحبا بك في قناتك، من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. خوتي اليوم عندنا موضوع جد مهم، سمعت عدة رسائل وصلوني قالوا لي يا رضا كي تحصلتي على الفرصة تاعك تاع اليوتيوب، هل جبتيهم كامل اورو ولا عطاوك نص اورو نص دينار ولا عطاولك دراهمك دينار كامل؟ خوتي تحصلت عليهم باللورو كامل دورو ما نقص، الحمد لله يا ربي. وانا جبت دراهمي عن طريق صديقي، انا ما عندي ما حليتش عاد حساب بنكي باللورو. عندي صديقي عنده حساب بنكي في البنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر، بعد شملو هو اش بدهم كتر خيرو صديقي مصعب، راك مشكور شكرا جزيلا، شكرا على الثقه، ربي يحفظك ربي يعطيك ما يا ربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. خوتي كل واحد قاعد يشوف فيا راح قريب يوصل يخلص من اليوتيوب، نقول لك روح جيرك اجري البنك التنميه البنك الفلاحه والتنميه الريفيه بنك بدر، افتح فيها حساب بنكي باللورو وادفع فيها دراهمك نكمل، يعطيوهم لك باللورو كامل ما ينقصوا لك حتى دور. انا الحمد لله عندنا تاع بدر هنايا في سكيكدا ما شاء الله، والله ما شاء الله، سمعناش عامل جام عامل من قبل، والله نعم الناس نحكي على في سكيكدا، في الولايات الاخرين ما عرف، احنا في سكيكدا والله ما شاء الله راهم مشكورين حسن التعامل كله. هكذا خوتي قلكم روحوا نجريو البنك التنمية بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنك بدر، حلوا فيها حساب كي توصل ان شاء الله باش تجبد دراهمك ابعدهم وتجبدهم سهلة خلاص يودهم لك باللورو. وش راح نقول لكم خوتي اللي عنده اي موهبة اي موهبة، افتح قناة على اليوتيوب وبدا حط لي فيديو تاعك اليوتيوب وفيه دراهم، نعاودها ونكررها اليوتيوب وفيه دراهم الحمد لله يا ربي. صح تتعب صح ماشي في يوم وليله توصل باش ولي تخلص، بصح يجي نهار تستفاد من اليوتيوب، وماش لازم اخوتي كاميرا وماش لازم لك تليفون غالي باش تبدا، ماها تليفون صغير يكون يصور مليح تبان انت الصوت باين تكل على ربي وابدا. دير خطه عمل دير محتوى تاعك نظيف، ديما نوصي عليها محتوى يكون نظيف ومفيد له قيمه، محتوى مليح ما ديرش محتوى مكان ما كانت حتى فيها ولا خرابيطها، خاطر ما تفكر اخرجها موت مش راح تدي معك تدي معك والو، هما انت يا مره خليها في قبرك الناس شرحهم عليك، الناس يهضروا عليك كلام مليح يقولوا ربي يرحمه خلانا محتوى مليح خلانا دي فيديو مليح خلانا نصائح مليح، وتوفيق من عند الله. وحاجه خلاف اخوتي ديروا استراتيجيه خدموا بها، حطوا لي فيديو باستمرار باستمرار باش تفعلوا القناه باش تحققوا الربح، تفعل القناة بعد تقدر تفعلها ان شاء الله في اقرب وقت، في اقل من عام تفعلوا القناة بعد توليو تدخلوا في الربح. قادر دير 3 فيديو 3 فيديوهات في الاسبوع دير 3 فيديوهات في الاسبوع، قادر دير 2 فيديوهات دير 2 فيديوهات في الاسبوع، وشي محطم باستمرار 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 والله تستافد. ويكذب عليكم يقول لكم اليوتيوب والله الجريمة ما فيش دراهم، يكذب عليكم خوتي. نتوما كي تشدي حطها برك شدي 100 اورو 100 اورو كل شهر تروح تحولها كيما درك الصرف راه 22100، نحكي لك تصرفوا على برا 22100 زملاين و200 واحد ما يمدها لك، تشوف فيديو دير لي فيديو منها تصور تمد معلومات منك تشوف تفيد في الناس منك تشوف تفيد في روحك، فهمتي واخوتي. كل واحد كيف ما كان اللي تجيها 100 كان اللي تجيها 70 في الشهر كان اللي تجي 80 كان اللي تجي 300 كان اللي تجي 250 اورو في الشهر، كل واحد كيف ما شي وانت اخدم برك اخدم وما تسمعوش لكلام الناس، خدموا خدم باستمرار خدم باستمرار خدموا برك خدموا خوتي تشكلوا على ربي، صفيوا النية صفيوا نيتكم ورديوا والديكم حكموا تلقى قد حكموا صلاتكم وصبروا ان شاء الله ربي يفرجها على الجهة. هكذا خوتي ان شاء الله تكون معلومة وصلت، هضرت لكم كما نقولوا عن تجربة عن تجربة، فتحوا حساب بنكي زيد نعاودها في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنك بدر، فتحوا فيها
ومبروك عليك ما شاء الله كامل كامل تخلصوا من اليوتيوب كامل كامل ديروا دراهم من اليوتيوب كامل كامل توصلوا ان شاء الله اليوتيوب وفيه دراهم صح على الاول شيك صعيبه بصح مع الوقت توالف مع الوقت تعجب وريتي الحاجه اللي تفرحوا منها تفرحوا فيها بزاف بزاف اخوتي كي تفعل القناه دي الفرحه تاعك الاولى ومن بعد الفرحه تاعك الثانيه كي تدي الخلصه تاعك الاولى من اليوتيوب سمعنا مشرفها والحمد لله يا رب الحمد لله وتوفيق من عند الله خوتي اللي عنده اي سؤال او استفسار خليه لي في تعليق برك ولا يراسلني في الانستغرام او فيسبوك او سناب شات او تيك توك تلقاهم في صندوق الوصف ابعث لي ورجع على خوتي كامل كامل المهم خوتي نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقانا في فيديو اخر السلام عليكم.